أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا اليوم مباشرة، فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، يستمر ويانا لعدة أيام، أجواء معتدلة خلال النهار تميل البرودة وأجواء باردة خلال المساء. حاليا عبور السحب مستمر، فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر، رياح شمالية غربية سرعتها حاليا 8 كيلومتر في الساعة، كحد أقصى تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 16 درجة مئوية والرطوبة النسبية 25% والرؤية الأفقية ممتازة حول 12 كيلومتر، فرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق راح تكون واردة الليلة خلال المساء. عبور السحب راح يستمر ويانا أعزائي المشاهدين لعدة أيام، وراح تكون أجواءنا غائمة جزئيا إلى غائمة بعض الشيء، أما فرص الأمطار راح تكون واردة وراح تكون خفيفة على بعض المناطق. حتى نهاية اليوم الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، عبور السحب مستمر، فرص لأمطار راح تكون موجودة ويانا أيضا خلال المساء، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 8 إلى 12 درجة مئوية، والإحساس بالبرودة يكون أكثر خاصة في المناطق الغربية من البلاد، فرص لتشكل الصقيع راح تكون واردة خلال الأيام القادمة مع انخفاض درجات الحرارة. أخوانا المزارعين ديروا بالكم خلال اليومين القادمين. منتصف نهار يوم الغد أجواء معتدلة تميل للبرودة ودرجات حرارة تتراوح ما بين 14 إلى 18 درجة مئوية والعشرين درجة مئوية خلال فترة الظهيرة، معتدلة تميل للبرودة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة، عبور السحب راح يستمر وأيضا فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم حتى المساء، راح تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة من 1 إلى 4 مع سرعة رياح تتراوح ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وعبور السحب مستمر ورياح خفيفة إلى معتدلة راح تستمر ويانا وأجواء باردة. البحر من فترات الحمل من 1 إلى 4 قدم مناسب اللي بينزل البحر، المد الأول بإذن الله الساعة 12:08 دقائق الظهر، والمد الثاني الساعة 10:10 دقائق مساء، والجزر الأول الساعة 5:35 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 4:42 دقيقة مساء. المواقيت بإذن الله أذان الفجر الساعة 5:16 دقيقة، والشروق الساعة 6:41، والمغرب الساعة 4:58 دقيقة. أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة، أجواء معتدلة تميل للبرودة خلال فترة النهار، درجات حرارة تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية، وأجواء باردة خلال المساء، درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تستمر ويانا لعدة أيام، عبور السحب أيضا راح يستمر، فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. باكر بإذن الله 18 العظمى والصغرى 10 درجات مئوية، شمالي غربي الهواء، ومن 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح، وحول هذه المعدلات في يوم الأربعاء مع أجواء غائمة جزئيا، 18 العظمى والصغرى 9 درجات مئوية، ومن 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح الشمال غربية اللي راح تكون متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر في يوم الأربعاء مع عبور السحب، 20 العظمى والصغرى 11 درجة مئوية، ومن 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح في يوم الأربعاء وتستمر ليوم الخميس، حول هذه المعدلات شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه وشمالي غربي أيضا على فترات 19 العظمى والصغرى 10 درجات مئوية، وفرص لأمطار خفيفة متفرقة تعود مجددا أيضا في يوم الخميس، وأجواء معتدلة أكثر في يوم الجمعة مع عبور السحب، 20 العظمى والصغرى 11 درجة مئوية ورياح خفيفة إلى معتدلة أيضا من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين موسم المربعانية مستمر ويانا، والأجواء الباردة أيضا مستمرة، نشاطنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم